من صنعاء لمزيد من المتابعة مراسلنا خليل القاهري. خليل، هل من تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم سهام، يعني يبدو أن هذه العملية وفقا لما هو متاح من المعلومات وما تناولته وسائل الإعلام المختلفة، أن العملية تمت في خليج عدن وقبالة سواحل مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. وفي التفاصيل أيضا فإن 8 مسلحين انطلقوا من زورقين، والمسلحون طبعا يرتدون زيا عسكريا، انطلقوا على متن الزورقين وهاجموا هذه السفينة قبل الاستيلاء عليها. ووفقا للمعلومات فإن هذه السفينة أيضا كانت قد تلقت رسائل تحذيرية من أن هناك خطرا ما، ولكن يبدو أنه تم تجاهل هذه الرسائل وفقا لبعض المعلومات التي وردتها وكالات الأنباء الدولية. 22 فردا هم طاقم هذه السفينة، ووفقا للمعلومات أيضا فإن هذه السفينة يقودها ربان تركي وتعمل لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة ولكنها مرتبطة بإسرائيل ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. وبلا شك حتى هذه اللحظة ليست هناك معلومات من اليمن متاحة عن تفاصيل هذه العملية، ربما الساعات القادمة تكشف المزيد في هذا الاتجاه. ولكن سهام، هذه العملية تأتي فقط بعد أيام، في 19 من الشهر الجاري كانت جماعة أنصار الله هنا في صنعاء قد أعلنت الاستيلاء على سفينة مماثلة تتبع رجل أعمال إسرائيلي، لكن في اتجاه آخر من البلاد وهو الاتجاه الغربي في سواحل البحر الأحمر. وأعلنت الجماعة حينها بأن هذه السفينة وغيرها من السفن المملوكة لإسرائيل أو التي ترفع العلم الإسرائيلي أو التي تعمل لصالح شركات إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل فإنها ستكون هدفا مشروعا لها. وأيضا هذه السفينة حينها تم الإعلان بشكل رسمي عن الاستيلاء عليها واقتيادها إلى الشواطئ اليمنية، وتم بعد ذلك زيارة هذه السفينة والاطمئنان على طاقمها من قبل مسؤولين في البحرية التابعة لجماعة أنصار الله. كما أن جماعة أنصار يوم أمس صدرت عنها تصريحات تقول بأنه رغم الهدنة الجارية في غزة، ولكن هذه الهدنة تشمل غزة فقط، بينما موضوع أو قرار إغلاق البحر الأحمر وباب المندب أمام السفن الإسرائيلية لا يزال قائما، في إشارة إلى أن عمليات استهداف مثل هذه السفن يبدو أنها ستتكرر بشكل متواصل وفقا لهذا الإعلان. لكن فيما يخص عملية اليوم حتى هذه اللحظة، طالما أنها حدثت أيضا قبالة سواحل مدينة عدن، فليست هناك معلومات وافية من طرف يمني يمكن أن يعلن، لكن دعينا نتريث لعل الساعات القادمة يكون هناك مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص، في موضوع سفينة سنترال بارك التي تم الاستيلاء عليها قبالة سواحل مدينة عدن. شكرا لك خليل القاهري، حدثنا من صنعاء.